قل لأخويا السعدني أسأل الله بأسمائه وصفاته وجلال وجهه وعظيم سلطانه أن تكون ابنتك قرة عين الله، وأن ترى فيها الخيرية، وأن ترى فيها ذرية وذرية ذرية رب العالمين. وقل للحاضرين أسأل الله جميعا أن نكون جميعا رفقاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بكرمه، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به. كل التقدير لأخويا عيد وأخويا رضا وأخويا عبد العزيز وكل الموجودين، وأخص بالذكر أستاذ محمود أخويا الغالي، أخويا الغالي أستاذ محمود وكل الحاضرين. ويا رب يا رب يا رب يكثر أفراحكم، ويا رب دايما نفرح ونسعد على وش بعض يا رب العالمين. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.